دكتور مصطفى البزركان، هل القرار قرار أوبك بلس هو قرار فوري؟ لا بالتأكيد، لا يمكن اتخاذ قرارات فورية بالتأكيد. كان هناك، لا ننسى، قبل 3 أشهر رفع في زيادة الإنتاج، كان هناك خفض رمزي لإنتاج أوبك، وجاء هذا القرار الذي يبدأ تطبيقه منذ نوفمبر. هناك 23 دولة في هذا التجمع، ليس دولة أو دولتين. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، صحيح هذا القرار جاء في وقت أنه العالم يعاني من مستويات تضخم مرتفعة. اليوم الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا أعلنت أنه مستويات التضخم هي الأعلى منذ 70 عاما، يعني بمعنى منذ الحرب العالمية الثانية. هذه نقطة. هناك توقعات بتراجع النمو الاقتصادي، وقد يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة ركود، وهذا أكده تقرير يوم أمس لصندوق النقد الدولي. هذه جميعها جاءت سوية، ولكن ليست هي بسبب أوبك. لا ننسى أنه قبل أشهر ارتفعت أسعار النفط إلى 138 دولارا، لم تكن أوبك لها يد في هذه، هناك ظروف سياسية دولية.